بدي أخبر قصة تانية، وهيدي القصة كمان، هيدي كمان مش لكل الناس. هيدي القصة بدي أخبرها لكل نايب، لكل وزير، لكل رجل مال وأعمال تخطى عمره 60 سنة، لكل الطبقة الغنية بهيدا البلد. هيدي القصة لإلكن أنتو عم بتدقوا كاسات النبيد ليلة العيد. هيدي القصة لإلكن أنتو قاعدين بقصوركن، ببرنداتكن، بماركات تيابكن، بصبابيتكن، بساعاتكن، بريحة برفاناتكن. هيدي القصة لإلكن أنتو عم تفتحوا هداياكن وأنتو عم تبوسوا ولادكن وأحفادكن على العيد. هيدي القصة لحتى تعرفوا أنه كل الجهد يلي أعطيتوه بهيدي الدنيا لحتى تجمعوا مصرياتكن، إن كان بالسرقة والصفقات أو إذا جمعتوهم بجهدكن وبتعبكن الحلال، هيدا كله ما كان رح يصير لو ما كان عندكم فرص انكم تتعلموا، انكم تفكروا، انكم توصلوا بلا ما تعتلوا هم اقل احتياجاتكم. واذا الحياه كل يوم بيومياتها يلي عايشينها ما فيها شيء بيخليكم تعيشوا واقع كل الناس يلي من جيلكم بهيدا البلد ويلي بقيوا عم يكدحوا لاخر نهار من حياتهم مثل اول نهار شغل لهم، ما بحياتنا رح نحلم بتغيير. هيدي الناس ما بتتعب اقل منكم، وهيدي الناس بتستاهل فرص اكثر منكم، وعداله اجتماعيه يكون فيها مساواه بكميه التعب، بكميه الجهد، بفرص العلم وفرص العمل والتطور مثل مثلكم. بس لما هيدي البديهيات بالحقوق بتصير متوفره لناس وناس بلبنان، بيتحول المجتمع لغني عم ياكل فقير ومش عم يعطيه. لكل رجال منكم فوق ال60 سنه، تخيل انك تشتغل ناطور بنايه ل 17 شقه لاكثر من 20 سنه بس مقابل مسكن لإلك ولعائلتك بكعب البناية، مرتك مريضة ما معك تحكمها، ولادك بيكونوا ربيو على أقل من القلة، ما في بإيدك شهادة، وبيك ما ورطك مصلحة، قديش هي حظوظك وفرصك بالحياة؟ ولأيمتى بدك تضل قادر تكفي بلا ما ينقطع نفسك؟ قادر تكون العم أنطونيوس؟ هيدي الأسئلة فكروا فيها أنتوا عم تحضروا هيدا التقرير. أنطونيوس حاجب عن نطول هذا قد وقد هو كتير آدم الزلمة، عنده مرته بطل مريضة بصراحة، ما بتلاقي لها كلمة حلوة بتطلع منه. هو كتير منيح بس وضعه مش كتير منيح، شو بيطلع؟ كل الحمد لله كتير آدمي بس الظروف انعكست وحرام. كيف عم بيصرف الدنيا ويشتري سكيورتي؟ سألته قلت له توني كيف؟ قال لي في الله، الله بيدبر. الو خي، انا مضيع شوي يعني البنايه الصفراء. ايه شو اسم البنايه هون؟ ما بتعرف؟ طيب ما عملناك هيدا مش لالي هيدا. اوكي شكرا. هيدا معقولي على الجديد مش لالك؟ والله مستعجل دي، بدي اروح هلا في المزرعه.
الله يرضى عليك. بس أنا هذا ما بعرف شو. أنطونيوس، أنطونيوس، أنطونيوس. نعم. حضرتك أنطونيوس، تفضل. شكراً. بدي اتعرف عليكم بس الله يرضى عليكم. إذا بتريد. الله أنطونيوس، نحن نفتخر في عالم مثلك. مع إنه لازم ترتاح، نحن حبينا نعطيك بريك صغير. أعطوني نفسي بس أعطوني أكثر من نفس. ما في حد، ما في كلام إلا كلمة شكر. يا ريت يا عم أنطونيوس قادرين نعطي نفس لكل الناس يلي مثل حالتك، لكل الناس يلي كل الناس اللي بيعرفون بيحكوا عن آدميتهم. ما في أحلى من حكي الناس عنك. ما بتلاقي إلا كل الناس بتقول شو منيح، شو آدمي، زلمي بجنن، بس الظروف معكسته. كيف بيكون الإنسان هالقد آدمي وبتعكسه ظروف الحياة؟ كيف بيكون الإنسان هالقد آدمي وهالقد بحب الحياة وهالقد عنده كرامة وهالحياة ما وفرت له ظروف أفضل؟ تسمح لي بس نتشه صغير. تفضل. أول شيء الحياة زهرة رغم كل شيء، حلوة وردي نحن منزرعها، وما حدا أجدر منك إنه يكون هالوردي هيدي وهالفريق العمل اللي فجاني. أنتوا وردي وعبيرة رح بيعبي الدنيا، الله يرضى عليكم. بصراحة بقول لك إنه أنتوا يلي عم تخلونا يمكن نفرح رغم كل هيدي الظروف. وعا تفكر يا عم أنطونيوس إنه الفرحة بتجي من الأمور المادية، والفرحة بتجي من إنه الإنسان يعيش حياته ويتأمل له كل شيء. الفرحة الحقيقية بتجي منكم، من كل اللي مرقوا لهلأ ومن كل اللي رح يمرقوا من بعدك بحلقة الليلة، صدقني. لأنه هيدي الفرحة هي اللي منخدها معنا أنا وفريق عملي على البيت من بعد ما نخلص. أنا ما بدي فوت بالعمق بس بدي أقول لك كلمة. أنا قطعة من ترين وبعتذر بهالتعبير، الأولينية عم جر ثلاثة وراي وأكتر من هيك ما بقول لك. عم توصل الليل بنهار وبتشغل، مع انه هلا لازم ترتاح بهيدا العمر، لازم ترتاح. الله عنده خير كتير ونعمه كتير، وانت واحد من هالنعمه. ولحتى ارتاح بهالبلد هيدا في صعوبه كتير، لانه اذا ارتحت الى القبر. للمقبر. منك مرتاح وعم تشتغل ليل نهار، بس عندك قناعه، واضح من الروبورتاج، من قعدتك بوجهي، مقتنع بشو ما بيجيك من الحياه.
تفاجأت باللي صار معك، يعني يجي شخص غريب يوقع قدامك ظرف مكتوب عليه اسمك، يرجع يجي شخص تاني، شو توقعت يكون فيه هذا الظرف؟ أنا أول يعني اليوم اليوم أنت ك ك ك ك كرجل مسؤول عن أمن البناية وهيك، إنه ما فتحت الظرف وكان عندك شكوك وما كنت بتوقع شيء، ورجعنا شفناك صرت تستغرب لوقت ما طلبت لواحد منهم إنه بدي أتعرف عليك حكي معي وما حدا حكي معك للآخر. أنا لما نزلت على شغلي لاحظت حركة من الشباب، بس كمان رجعت التهيت بالشغل لأني لاحظت حركة، ولأنه لما أخذت الظرف وقريت الجديد أنا عرفت أني أنا بوضع جديد، ما عاد عندي أي ملاحظة على الموضوع أبدا، لأنه الجديد مش راح يودي لي أشياء سامة أو تسمني، بس هالحياة كتير عم بتسمني. إن شاء الله هالحياة ما بتودي لك إلا أشياء حلوة، وإن شاء الله هالحياة هيك ما بتودي لك إلا أنها تعطيك يمكن أكتر من نفس، مثل ما قلت أخذتوا لي نفسي بالآخر بس أعطيتوني أكتر من نفس. عم أنطونيوس أنا بدي أشكر حضورك أول شيء، وبدي أشكرك على هالفرحة يلي نقلت لنا إياها، إن كان باللي صار معك على الطريق ولا هلأ بقعدتك حدي، بعتقد هيدي العادية الكبيرة ببلد عم يمرق بهيدي الظروف كلها سوا، نحن لقلنا هيدي هي العادية، كل شيء باقي منه عادية. أنا بشكرك عم أنطونيوس إنك أنت معي لحتى تقول لكتير ناس إنه أنا تعبان مثلكم، مش بس أنتوا عايشين هيك، وإن شاء الله هالناس الحلوة يلي عم تحضرنا وعم بيقولوا لي التليفونات كتير عم تجي على الخط الساخن عنا وعلى الشركة كمان على الجديد، أهل الخير ما بيخلصوا. هيدي المبادرة يلي صارت معك والمبادرات يلي رح يشوفوها الناس كمان بعد شوي، نحن عملناها مع The World Sucks. The World Sucks هي صفحة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق شاب ما بحب يبين ولا بحب حدا يجيب سيرة اسمه، قلنا له المساعدات نحن من أمنا، وعلى بالنا أنه نكبر هيدي المبادرة تحديدا هلأ بهيدي الفترة بزمان العيد، وكانت الأفكار الليلة والتنفيذ بالاشتراك معه لحتى نقول للناس أنه كلكم فيكم تبادروا بشي صغير، بشي صغير كتير وفي يعطي للناس نفس كتير كبير بنهارة. شكرا لـ The World Sucks ولكل المتطوعين يلي رح تشوفون كمان بالحلقة الليلة، وشكرا أنه بعد فيه هيك ناس، شكرا على كل تغيير صغير قبل الكبير، خصوصي بيلي صار مع بولات ويلي رح تشوفوا الناس هلأ يشوفوا المشاهدين. هيدي القصة بدي خبرها لمافيا شركات الأدوية بلبنان، لكل صيدلي، لكل صاحب معمل، لكل صاحب ديبو أدوية، لكل محتكر للدواء بلبنان حتى يعمل ملايين وأرباح كتير كبيرة مع كل يوم بيعلي في سعر الدولار وسعر الدواء وبيغليه. هيدي القصة لألك أنت، أنت عم تغير سعر الدواء على العلبة كل يوم. هيدي القصة لألك أنت عم تشتري غرض لبيتك بمال طمعت أنك تعمل فيه أرباح أكبر على حساب حياة الناس. قصة بولات معلوف أرملة من 35 سنة ربت ولادها لحالها، تعبت وركضت وسافرت ورجعت، عطيت كل شيء عندها من قوة للحياة بكل حب لحد ما أصيبت بالسرطان من سنتين. قصة ست بتعلم الناس كلها شو يعني إنسان بكيانها بوجودها بفكرة بحبها بإيمانها بقدرتها على المكافحة وعلى أنها تابع بالحياة وتضل تضحك. كل شيء جمعته حطته على علاجها وحطته على أدويتها، واليوم عم بتبيع علب كلينكس اللي بنحط فيهم الكلينكس لحتى تقدر تكفي حق الدواء. يلي رح تشوفوه هلا رح بيجاوبكم ليش نحن معلقين بالبلد وليش معلقين بالناس يلي فيه، ورح بتشوفوا شباب اليوم شو قادرين عن جد يعملوا تغيير. بولات لإلك ولكل المشاهدين هيدا التقرير. شو راي؟ شو؟ ردي؟ ردي يس. يلا. يلا. بونجور مدام بولات صح؟ هاي ميرنا. هاي ميرنا. كيفك؟ ماشي الحال؟ تمام؟ أهلا وسهلا. بدك ساعدك بشي؟ لا عادي حبيبي أنا هلا بسطر. أوكي أوكي روق روق ماشي الحال الحمد لله. أنت كيفي؟ فينا نعزبك بدي ركب لك الناك معي؟ يلا
حضرتك ابنه تشرف. بس بديك نحن جاهزين. اوكي اسمعينا. اوكي ريدي. شباب انا ما بعرفكم بس عنا انترفيو صغيره، عندكم مانع اذا بنعملها؟ اوكي بس بدي اعذبكم بس كرمال الصوت، اذا في مجال نحط كلنا تليفوناتنا سايلنت ملو معروف، عم ضايقكم. ثانك يو. اتصلنا فيها وقلنا لها بدنا نعمل مقابله معها بمحل بتعرض فيه علب بتخيطها كرمال تكمل علاجها. اول شيء بدي اطلب منك تعرفيني هيك شوي باختصار عن حالك، شو اسمك، قديش عمرك، وقديش لك بتعملي هالقطع الحلوه؟ انا اسمي بوليت معلوف، الاساس من زحلي وسكان الشمال بالكوره. انا ترملت من شي 35 سنه، زوجي توفى عبكير، اضطريت انه ربي عندي ولدين، ربيتهم، سافرت اشتغلت كتير. اخر شيء اضطريت انه ارجع على لبنان لاني انصبت بالكانسر، صار عندي هون تيومر. حطيت كل اللي كنت شايلتهم على جنب لنا للايام السوداء، حطيتهم كلهم، ما بقاش في شيء. حتى الأدوية عجزت إني بقى كفي أشتري أدوية، وأنا من بعد سنة ونص علاج مش معقولة إنه أجي وقف العلاج. بقى اضطريت أشتغل هيدي القصة خفيفة ظريفة، صحيح شوي دقيقة وصعبة، بس اضطريت أشتغلها لحتى أقدر بيع ليجيني إنكم لحتى أقدر كفي علاجي. ما بدي شيء غير هيك، اقدر جيب الدواء واتواصل مع المستشفى والحكيم لكفي علاجي، لشوف ما فيني اترك حالي هيك. بيشتروا منك كتير، ومين بيساعدك لحتى تبيعي هالقطع؟ يعني بيجوا بياخدوا، بس كانوا ياخدوها بسعر شوي واطي. هلا بس مرتين عم تحكي سوري، بس دقيقة بس بدي امشي. هدول انت بتعمليهم؟ ايه. أدي حال وحدة؟ أدي بأخذ هيك. شكراً، ميرسي. بقى الأصعب شغلة هي إنك تنقي القماش، تلاقي القماش اللي تقدري تشتغلي. حلو. يعني هلأ شفنا إنه إجا زبون اشترى منك، الزباين بالعادة هيك بيجوا بيدقوا عبابك بيشتروا القطعة، أو بيجي حدا بيدلهم أنه يجوا لعنك؟ هلأ بما أنه إلي فترة نمر التليفوني صارت مع كذا شخص، يعني وصلت بيدقولي بيقولوا لي بدي مثلاً 15 قطعة، بدي 20 قطعة، كله بأمن لهم هون، وبيجوا هني بيدقوا لعندي على البيت، بحملهم الكيس وبيدفعوا بيروحوا. صاري حطوطي هيدي قدية 40 حبيبي. هاي مليون ليرة، هاشتريها بمليون. مرسي حبيبي. لا هالقد كتير يا حبيبي، مرسي إلك يا روحي. ما عندي فكرة، كان قاعد بالمحل. بدي روح لعنده أسأله. إيه فيك تسأله، أكيد أكيد، بلكم نرجع نحكي معه من بعد الانترفيو. أوكي قلو بتبوسك المدام وبتقلك ميل ميرسي. أوكي شكله بعده من كده برجع عنده حبيب قلبي. هلا
شفنا شخصين اجوا اشتروا من عندك، يعني العالم كل ما تشتري منك اكثر حسب ما قلتي لي عم بيروحوا المصاري للعلاج. ايه كل ما تشتري العالم اكثر كل ما انت عم توصل للعلاج اسرع. طبعا انا كل ما توفر معي مصاري، لانه انا بدي بالشهر 4 ملايين بس دواء بدون كشفيات حكيم. عندي كتير مصاريف قوية بالمستشفى، يعني بدي شي 6 مليون كل شهر هولي بس مستشفى وأطباء، لأنه الكشفية صارت 600 ألف. العالم يلي بتشتري منك أول مرة بترجع بتشتري منك تاني مرة؟ في ناس إلهم هلأ معي سنة، كل شهر كل شهر بيجوا بياخدوا 5 قطع 6 قطع 7 قطع، يعني مثلا في 6 بتقول لست تاني عم يكتروا. هاي يعطيك العافية. الله عافيك يا حبيبي. كتير حلوين. مرسيك. عجبني كلهم. هايدي كتير حلو. قدي حقا 40 بدي اياها بليز. ايه تكرم هاي. ثانك يو. هايدي 2 ليرة لانك كتير حلوة. مرسي يا حبيبي. ما أهضمك لك يا حبيب قلبي كتير هيك. لا thank you، بدي أخذها لأمي. يا أرموستركم thank you. تعال أقلك نقي واحدة تانية. لا هيدي هيدي أحلى للوين. نقي واحدة تانية لأمك. مرسي thank you. صراحة أنا كتير أستني ما بعرف بس بنقى مرد نقى مثلكم حبيب. كلهم مثل بعض نفس السعر كل نفس الشيء. ايه انا صراحه كثير حبيتها. رفيق اخذها قلت لي 40 ألف ما هيك؟ ايه اوكي. هو اللي 7 مليون لك. لا كثير هيك. هو 7 مليون لك تستحقيهم. عم تشتغلي كرمالك كرمال صحتك، بتعرفي اكثر طريقة انت اهم شيء وانت مهمه. اكثر من هيك ما خلصت. لا بليز بليز يا حبيباتي، الله يخليكم لشبابكم ويوفقكم ربي من فوق. في ناس بعدها هيك؟ في عندنا ناس هيك؟ حيلا شيء في ادعم حدا فيه او ساعده معنويا او بحيلا طريقه انا مستعد اعمله. انبسطت لانه شفت الانبساط بعيون المراه وكثير حبيت الشعور. ايراي انت اقوى مراه عرفتها، اقوى مراه لبنانيه. انت بتمثل المراه اللبنانيه القويه اللي بتتخطى المراه وبتتخطى كل صعوبات بحياتها. مدام بوليت مساء الخير. مساء النور. مساء الحب، مساء السلام، وهيدي الروح المناضلة يلي نقلتيها لقلنا واللي موجودة جواتك. وأهلا وسهلا فيك. وفيكم. أنا كتير مبسوطة اليوم أنا بتلفزيون الجديد وعم تستقبلوني. نحن مبسوطين أكتر منك بكتير كتير كتير بوجودك حبيبي. شو القوة يلي قدروا يعطوك إياها هالشباب يلي أنا عن جد بدي أتشكرهم بكبروا القلب، ويمكن قد ما فيه فرح هيدا الروبورتاج اوقات بس تنزل دموع الانسان وهيدا دموع فرح بتكون صح، لانه قدرتوا توصلوا لنا احساس حقيقي لكل الناس. واهم سؤال سالتيه، بعد في ناس هيك؟ بعد في ناس هيك؟ تفاجأت انه في ناس هيك بعد. انا افتكرت لبنان فضي من هيك ناس، كلها عناصر طيبه فقدناها. كتير عم نصادف اشياء مانا حلوة بهالايام، بس انا للحقيقة تفاجأت وكانت صدمة عمري انه بعد بلبنان وخاصة في الشباب. يعني شو بدي، مش بس مبسوطة بصراحة بقلك مدام بوليت، عندك قوة جواتك ما
ملفتة جدا. اليوم المرض يا بحط الإنسان تحت وبحطمه يا بخليه ينتقل على حياة جديدة وبشي يشوف الحياة بشكل مختلف. يلي أنا لمسته من التقرير ومن وجودك هلا بوجهي أنك أنت المرض اللي أصبت فيه قواكي وخليك تصير امرأة أقوى وأنك تستمر مثل ما قال روي، قال لك أنت أقوى مرة بعرفها هو بحياته. أنت بتكوني خالته لجميلنا روي بالبرنامج. يلي ما كان عنده فكرة أصلا لما أخذناه على التصوير، إحنا قلنا له رح نعمل معك مقابلة لحتى نحكي عن قصة الكانسر وهيدي الأمور. شباب في روي يفوت لعنا بليز؟ روي تتفضل عمول معروف. روي تأثر بالشباب يعني عم يحلقوا شعرهم وبعرف قديش انت تأثرتي. اول شيء لابقين لك مرسي، اول شيء لابقين لك كثير حلوين وسقفية عمل لك لابقين لك كثير حلوين. شكرا. قدي اليوم ابن الاخت سند لخالته بكثير من المحلات؟ اول شيء نحن الحمد لله انه عائلة منحب بعض، متماسكة مترابطة، ومنعرف منقدر كل حدا عنا، كل حدا كبير. ومنعرف كتير منيح انه مثل ما بنوقف حد بعض بالاوقات الحلوة بنوقف حد بعض بالاوقات المرة، بنوقف اكتر كمان وبنوقف اكتر. وانا عيشت مراحل مرضى، يعني انا كنت اقع عليها بالليل عم تختنق انا ولادها، يعني كنا عايشين معها كل الوقت، نروح معها على المستشفى اوقات اسمها صرختها عم بيحطوا لها الابرة اطلع لبرا ما نقدر نكمل. فقدام كل هالوضع كله بتشوف بتفكر انه الحمد لله بعد في ناس هيك مثل هودي الشباب جو، هودي الشباب يلي انا حمسوني، يعني اولادها حلقوا شعرهم اول شيء دعموها، هلا انا حمسوني وطلعت لانه اليوم الغريب عنا هالشباب ما بيعرفوها وحلقوا شعرهم. كيف صح القريب؟ صح 100% 100%. واللي بحب اقول له اليوم انه جبران خليل جبران بيقول انسان اليائس بشوف انه مع الورده في شوك، اما الانسان المتفائل والقوي بشوف انه فوق الشوك في ورده. صحيح. وهي من الاشخاص اللي بشوف انه فوق الشوك في ورده. روي دعيتك على استوديو اول شيء لحتى اقول خليكم لبعضكم ان شاء الله بضلوا هيك خليكم لك قدام المشاهدين وقدام خالتك روي وقدام عائلتك كلها سوا، انه نحن مشوارنا سوا مش من اليوم، مشوارنا طويل. صح. من اول يوم شغل يمكن لقلنا لليوم، ونحن بنلاقيك حدا مميز، بنلاقيك انسان كثير مش بس بشغلك كصحافي ولا حتى بانسانيتك مع الناس ولا حتى بمتابعتك ولا حتى بتاثرك بكل حاله انت مسكتها وتعبت عليها وصرت لحتى تتابعها. نحن بنعيش كلنا سوا جو هالحالات. ومن وقت ما عرفناك من وقت ما عرفناك روي ونحن بنقول هيك قديش انت ابن بيت وقديش كلك رقي وكلك تهذيب وكلك وعي وكلك حب وبتعمل كل شغلك بكل حب بالرغم من كل تعبك ومن هموم الدنيا اللي بتمرق علينا وبتبقى على كتافك، ومثل كتار من فريق العمل اللي نحن من الناس ما بتقصروا ابدا انكم تعطوا اكثر من طاقتكم كل يوم. اليوم تعرفنا على خالتك وعرفنا يمكن ليش انت هيك، والله يخليكم لبعضكم وتضلوا هيك سند لبعضكم بكل شيء. انا بفتخر فيك، شكرا الشغل معك وبكل الزملاء يلي عم يتعبوا على البرنامج لحتى يقدموا الافضل للناس. ديان، ميسا، نيكولا، محمد، كريستال، ميرنا، روان، جنان، احمد، طارق، نور، رنيم، البير، كريستال، الهوى، لين فغالي، جو، جاك، وغسان وغنى. انا بدي لكم شكرا على كل تعب صغير قبل الكبير عم تعملوه كرمال الناس. وبحييكم على كل اللي عم تقدروا تعطوه رغم كل هيدي الظروف اللي بتحط الانسان تحت. عن جد انا بحييكم وبقول لكم يعطيكم الف عافيه وبشكركم على الهوا بريك، وبنرجع لقصص كمان ابطال تانيين وابطال منا وفينا.